مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو فيرس فاينانس؟ ما هي ميزات فيرس فاينانس؟ ما هو فيرس فاينانس؟ هو بروتوكول سيولة لا مركزي غير أمني يعتمد على البلوكشين، حيث يمكن للمستخدمين والمحافظ ودابس المشاركة كمودعين أو مقترضين. ما هي ميزات فيرس فاينانس؟ تستخدم فيرس فاينانس الآليات المشتركة القائمة على المجمعات، حيث تشارك جميع الأموال المودعة في الأنشطة المدرة للفائدة على قدم المساواة. كلما زاد الطلب على اقتراض أحد الأصول حصل مقرضو APY الأكبر في المقابل. فيرس هو رمز حوكمة البروتوكول. ستحكم فيرس مستقبل فيرس فاينانس، بما في ذلك أعداد الرموز المميزة وتغييرات التكوين وتحديثات البروتوكول من خلال التصويت. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.